نيرية ابن الجديد الذي يتعملق بقميص الفتح يبحث عن الثاني في المباراة. طعمه من دب محمد نيري في تسديد عالمي عالمي عالمي. الهدف عالمي، الهدف عالمي ببصمة رباطية فتحية لمحمد نيري. ونحن نتحدث عن نسبة توفيق عالية. يظهر نيزك من النيازك الجميلة، يظهر مبدع من زمن المبدعين اسمه محمد نيري ليسجل هدفا بهذه الطريقة. اعجز عن الوصف وعن التعليق. هذا من سلالة، هذا من سلالة المبدعين. هذا لاعب كعبه عالي 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 عالي. محمد النيري ليس من السهل ان تجد لاعبا يتفنن في تسجيل اهداف كالتي